ولك الحمد حصولنا على بطولة الدوري أعتقد يعتبر إنجاز جدا رائع. بهذه المناسبة أحب أشكر أبو علي حسين سجواني على استضافته في منزله، وشاكري له على كرم الضيافة، وإن شاء الله تتكرر في المرات القادمة. والإنجاز هذا طبعا يمثل لي أنا كشخصيا أنا شيء كبير، وللنادي بعد 8 سنوات احنا كنا الهدف ان نحصل على بطولة الدوري، يمكن حصلنا على 6 ألقاب قبل او 7 ألقاب، لكن المشوار الطويل والتعب هذا يطلع في الدوري في النهاية. رسالتي للأجيال القادمة والشباب اللي يدورون النجاح أقولهم حطوا لكم هدف وسعوا خلف هذا الهدف، ولا توقفون إلا لما تحققون الهدف المطلوب، إن الواحد إذا حط له هدف وسعى له وقاعد يتدرب ويحاول أنه ينجح إن شاء الله بيكافئه وراح يحقق المطلوب إن شاء الله.